ورجعنا لكم تاني. انا عايز اقول عارضة الازياء اللي شفنا العرض بتاعها مهرة والميك اب ارتست هبه الالفي، ورجعنا لكم في الفقره الثانيه. الفقره الثانيه معانا النهارده برضو نموذج مشرف من الشباب. النهارده هنتكلم عن انسه جميله طموحه طالبه. احنا عايزين نتعرف عليك الاول. انا مريم محمد صلاح في ثالثه ثانوي علم رياضه. اهلا بيك يا مريم. ايه هوايتك ايه بقى يا مريم؟ الكتابه، تاليف والكتابه. ده انت صغيره قوي على موضوع الكتابه. تبقى يعني بالممارسه فالواحد بيحب الحاجه. يعني طالما بتحبي الكتابه، الكتابه ثانويه عامه؟ في سوريا. لا اصل لفت نظري حاجه بس عايزه اعرفها. انت علمي ولا ادبي؟ علم رياضه. ازاي وانت بتحبي الكتابه؟ يعني دي هوايه غير المجال اللي انت حابه تطلعي؟ هي ما يعني هي هوايه بس ما يضرش ان هي مثلا لو اتخذتها ان هي كمجال. بس عادي يعني بعرف اوفق ما بين الاثنين. برافو عليكي، برافو عليكي. من امتى ابتديتي في الكتابه؟ من خمسه ابتدائي. يعني انا احنا بابا عندنا بيعشق الكتابه والقراءه جدا. حلو. وماما كذلك. فكنا احنا بنروح معرض الكتاب ده اصلا كل سنه، بنجيب بقى كتب كتير قوي. فبابا كان بيتحدانا ان هو اللي هيخلص الكتاب ده الاول مثلا هياخد 100 جنيه، 100 جنيه بقى كانت مبلغ كبير قوي، يا ناخد 100 جنيه. كنا بنتحمس بقى ان انا هخلص، لا هخلص الكتاب ده الاول. فكنت بقرا كتير قوي عشان اخد بقى، انا كنت حابه الموضوع. في الاول الموضوع كان اقرا عشان اخد فلوس. فانا حبيت فانا حبيت القراءه جدا، وبقيت اقول ما بقتش بقيت بنسى اصلا ان في حاجه في مقابل للقراءه دي، فانا بقرا لوحدي لان انا حباها اصلا. فواحده واحده ابتديت انا ليه ما انا بقرا كتب لناس، طب انا ليه ما بقاش من الناس اللي بتقرا لها الكتب دي؟ يعني بقى ده حلمك او ده طموحك؟ فليه ما يتمسكليش كتاب انا برضو يتقرأ زي الناس دي؟ ليه لا؟ حسيتي بقيمه الناس اللي كانت عامله الكتب دي او اللي كاتباها؟ بالظبط. فانا ابتديت بقى، كان احنا عندنا في مدرسه جده كده ان في مسابقات على طول للقراءه بقى والتاليف، واي حد الهوايات عامه في مسابقات دايما لاي حد عنده هوايه بيقدم فيها. فانا كنت بقى حابه ان انا اجرب الف بقى. يمكن انا فهمت من كلامك كده ان الجو العام اللي انت طلعتي فيه ساعدها على ده. ساعد على بالظبط. فانا بقى دخلت اول مسابقه كانت قصه قصيره وشعر. ف انا دخلت طبعا المدرسه. فانا دخلت المسابقه انا ما كانش في دماغي اي حاجه، انا قلت هي هجرب. الحوار نفع معايا وحسيت ان انا نفسي، حسيت ان الناس حابه ان انا اللي انا كتبته هكمل. ما حبيتش هجرب تاني وتالت لحد ما اشوف. يكون ده احساسك انت خايفه طبعا من رد فعل الناس، لاني اول مره انا ما كتبتش قبل كده. واحده في خمسه ابتدائي واول مره تكتب طبعا. فالخوف كان رهيب قوي. بس انا لما دخلت وقعدت بقى نتيجه المسابقه بعد اسبوعين، فانا طول الاسبوعين دول عماله باكل في نفسي، لا انا عايزه اعرف ايه انا ايه. طب انا خدت مركز ما خدتش؟ طب انا الحاجات بتاعتي عجبت الناس ولا لا؟ طب لحد ما الحمد لله بعد الاسبوعين جات لي شهاده ان انا طلعت المركز الاول في التاليف. فتحمست بقى اكتر، فقرات اكتر واكتر عشان اعرف اسلوب الكتابه ازاي واعرف اكمل بقى. لا يعني اتحمست قوي. عارفه انت حسستيني بان انت حطيتي رجلك على اول سلمه بالظبط في خمسه ابتدائي، اللي هو انت عرفتي انت بتعملي ايه ووثقتي في اللي انت بتعمليه. في السن ده مهم جدا ان كل طفل او كل موهبه تعرف هي عايزه ايه علشان الاهل كمان يساعدوها. مين بقى اللي واقف معاكي وساعدك في اكتشاف موهبتك؟ هو جد طبعا في المدرسه، كان جد وخاله دايما معايا في المدرسه، كانوا بيحطوني في اي مسابقه، اللي هو كانوا بيثقوا فيا ثقه رهيبه قوي. اللي هو انا بقعد افكر كده احيانا، هل انا قد الثقه دي؟ هل انا فعلا ممكن اكسبهم في مره مثلا وما اخدش مركز وتحصل لهم؟ يعني اللي هو هم اكيد شايفين فيك الموضوع ده. بالظبط. هم شايفينه فيك. مش خاله اصلا، يعني اخوالي الاثنين كانوا دايما بيشجعوني في المدرسه بطريقه رهيبه قوي. طبعا ماما وخالته، كان ماما وخالته دول اكبر داعمين ليا، وبابا واخواتي بقى كلهم. اخواتي دول اصلا يعني حتى لو حاجتي وحشه، حتى لو انا جيت اوريهم حاجه فاللي هو لا حلو بس عدي لي كذا. حتى اخواتي الصغيرين يقولوا لك على العيوب بطريقه حلوه عشان تستمري. بالظبط كده. فدي حاجه شجعتني بقى اكتر، اللي هو خلاص بقى انا عرفت مين الناس اللي هتساعدني ان انا اكمل. عشان كده بروح لهم دايما وبرجع لهم في اي حاجه دايما. والله انا عايز اقول تحيه كبيره لخاله وخاله وجده على ان هم بجد
دايما لما يبقى في حد عنده موهبه ويلاقي اللي حواليه فرحانين بيه وبيدعموه، وان هي مش ناسيه مين اللي دعمها ومين وعايزه تشكريهم وعايزه تجيبي سيرتهم حتى من غير ما احنا نسالك، لقيتك بتجيبي هم اساس كل حاجه جلد. هم حرفيا اساس كل حاجه. انا عيلتي جميله. كلمينا عن اول تجربه ليكي بقى في الكتابه. في خمسه ابتدائي لما ابتديت اكتب القصص والحاجات البسيطه اللي انا كنت بكتبها، جيت في اولى اعدادي بقى كان في مسابقه كبيره قوي، ان هو كان هنقرا كتب ونلخصها، تقرا 30 كتاب وتلخصهم في كتاب صغير كده بتستلمه وتاخد جوائز بقى، كانت سفر وجوائز كده. مش تبع المدرسه طبعا. لا هي تبع المدرسه، تبع الاداره، فالاداره بعتها للمدرسه على مستوى اعلى. على مستوى اعلى من المدرسه بالظبط. فانا المسابقه انا كنت خايفه، 30 كتاب وفي وقت قصير قوي. فانا وكم سنه انت بتقولي؟ كان اولى اعدادي يعني برضو صغيره، فتره ما بين خمسه واولى اعدادي دي. فاللي هو انا هل هقرا 30 كتاب؟ لا، وكانوا محددين حاجات معينه. واحدة واحدة انا ابتديت اقرا، بس ما لقيتش ان الحاجات اللي انا بقراها زي الحاجات اللي هم طالبينها. طالبين كتب يعني علميه قوي، ما فيهاش صور، 100 كتاب لا يعدي صفحه لا اقل ولا اكتر، وكانت حاجات بتلخبط قوي. حسيتيها صعبه في الاول؟ فانا ركنتها قلت لا مش وقتها خالص. فجت في دماغي وانا بقرا الكتب دي، الكتب اللي انا لحقت اقراها، جت في دماغي فكره حلوه قوي، اللي هو انا ما قراتش حاجه ان هي تمثل مجهول او القدر والحاجات دي، اللي هو مفيش فيهم حاجه، فليه بقى انا ما احطش التاتش ده واكتب عن الحاجه دي. فابتديت جات لك الفكره بالزبط. من الموقف اللي انت اتحطيتي فيه بالظبط. كانت مجرد فكره، ما كانتش حاجه اكتر من ان هي فكره في دماغي. عيله في اولى اعدادي انا كنتش اعرف اي حاجه طبعًا. كان عندي امل ان هي هتتعمل كتاب. انا من يوم ما كتبتها لحد يعرف عنها حاجه، ولا نشرتها ولا قلت لحد ان انا بكتب اصلا، هي كانت مجرد فكرة أنا حطيتها، خلاص أنا هكتب عن الفكرة دي. واحدة واحدة ابتديت أكتب بقى، خلاص كتبت أول فصل، تاني فصل، تالت فصل، واتشائمت بقى. ما أنا بكتب ما فيش حاجة، بكتب وخلاص، بس الفكرة حلوة في دماغي، الفكرة موجودة، أنا عايزة أكتب عنها، أنا متحمسة، عايزة توضحيها، عايزة أكتب، أنا عايزة أكتب، خلاص الفكرة حلوة قوي. فلحد ما في يوم من الأيام كانت أستاذة مروة عادل بعتت لي، هي كاتبة معروفة يعني، بعتت لي ان انا كانت عايزه تعرف معلومات عن خالته عشان تكتبها في كتاب ليها، يعني كان عايزه تعرف معلومات يعني. فانا قلت لها يعني، عرضت عليها الفكره اللي في الكتاب، وبعت لها اول بارت او اول فصل من الكتاب اللي انا كتبته، فهي عجبها قوي، تحمست قوي، وساعدتني بقى ان انا قالت لي كملي كملي، وهي اللي وصلتني بدور النشر ولحد ما الكتاب نزل. ده كان اول كتاب ليكي بالظبط. كان اسمه ايه؟ محور حياتي. محور حياتك وانت في اولى اعدادي. طيب وصف لنا احساسك بقى لما مسكتي محور حياتك في ايديكي. كتاب ومكتوب عليه اسمك ومجهودك احساس ما يتوصفش، احساس ان انت عملت حاجه نفسك فيها، وحاجه انت تعبت قوي عشان تطلع بعد تعب سنين، يعني من فكره ما لهاش اي اساس في الوجود، او بسيطه، فكره بسيطه وانت قاعده كده، يعني من فكره في اولى اعدادي ان هي تنزل في ثانيه ثانوي، يعني فتره مش ده، يعني انت قعدتي فتره كبيره تكتبي فيه بالظبط. ده انا افتكر هو كتبتيه في نفس السن، يعني لا كتبته قعدت فتره طويله لغايه طويل، يعني من اولى اعدادي لحد ثانيه ثانوي طبعا خد مجهود منك كبير اكيد. مش مجهود كتابة على قد ما كان مجهود ان هو هل هيتنشر، هل كل اللي انا كتبته، هل كل فكرتي دي هتروح كده في الارض خلاص، ولا هل هتتمسك كتاب زي ما انا عايزة. واسمه حلو قوي، حد ساعدك في اسمه ولا برضو انت؟ لا اللي. انا بس اسمه حلو قوي. طيب لو قلنا يعني ملخص كده محور حياتي، ملخص لي يعني بيتكلم عن ايه، عامل ازاي؟ محور حياتي بيحكي عن المجهول، ان هي حاجه ملهاش اي اساس من الوجود، حاجه مش موجوده اصلا، هوا، سراب كده موجود في حياتك، بس هو موجود بس في نفس الوقت مش موجود، اللي هو زي حلم بالظبط كده، بس فجاه مع مرور الوقت والقدر اللي يقعد يلعب لعبته في حياتك، تحول الحاجه اللي مش موجوده دي لحاجه انت ما تقدرش تستغنى عنها نهائي في حياتك، حاجه خلاص بقت امر واقع، حاجه زي الميه والهوا ما تقدرش تستغنى عنهم خالص. شوقتيني ان انا اقراها على فكره. يعني عايزين نقول ان قراءاتك الكتير اللي انت اشتغلتي عليها وكانت موجوده في حياتك هي كانت سبب انها تنقلك من ان انت تقري لان انت تكتبي بالظبط، من قارئه لكاتبه. النقله الثانيه ان انت لما بقى عندك مجموعه 100 كتاب او انت تقري 30 كتاب في الكلام اللي انت قلتيه،
من خلال قراءاتك الكتير قدرتي ان انت تشوفي ايه اللي مش مكتوب في الكتب دي او ايه اللي مش موجود في الحاجات النوعيه دي علشان تطلعي انت بنوعيه مختلفه وتقدري تتفردي بيها عشان تكتبيها. انا عايزه اقول حاجه. المسابقه بتاعت ال 30 كتاب دي انا دخلتها بعد ما نشرت كتبي باسبوع. كويس. الحمد لله خدت فيها مركز اول. تمام. ده النجاح. خلي بالك دايما النجاح بيجيب نجاح. دايما لما انت تنجح في حاجه وتبقى حاطط تصميم قدامك وتبقى مقرر من جواك ان انت تحقق حلمك ابتدي بس. خد الخطوه الاولى. مش لازم تاخد مركز اول. خد مركز اخير. بس ما تخفش. قرر. حاول. جرب تاني هتطلع مركز اللي قبل الاخير. جرب تاني هتفضل تطلع مركز 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 لغايه ما توصل لحلمك. بالظبط. تمام؟ لكن ما تستسلمش لان الاستسلام مع بدايه الطريق صعب. طبعا. طيب لو قلنا بقى فرحتك مع الكتاب الاول ومشاركه بقى الاهل والاصدقاء والقرايب كانوا عاملين ازاي معاكي؟ انا يعني بيبان في عيون كل اللي حواليك الفرحه. اكتر فرحه شفتيها كانت في عيون مين؟ بابا. ماما. ماما. يمكن لاني قعدت وقتها مع ماما اكتر. كويس. يعني اصلا ماما ما كانتش تعرف ان انا بنشر كتاب ولا بابا ولا كان اي حد يعرف. ماما ما عرفتش غير لما سلمت لها الكتاب في ايدها بعد ما استلمت نسخه من المطبعه. كانت مفاجاه طبعا. بالظبط. فاللي هو عايزه في نفس الوقت تزعق لي بس هي مبسوطه قوي فكانت بتعيط غالبا من الفرحه يعني. بس هي طبعًا. هي اللي انا اكتر واحده شفت في عينها كده. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني ونكمل معاكي. تمام. فاصل اصدقائي ونرجع لكم تاني بسرعه. أصدقائنا النهار يعني في كل حلقة احنا عارفين ومتعودين على جوائزنا مسابقاتنا. النهاردة عاملين لكم جوائز كتير ومسابقات كتير. نرمين معانا طبعا كل الناس مستنيين يعرفوا مين اللي فاز واللي بعتولنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشة كل الإجابات للأسئلة اللي معانا. بعتولنا ناس كتير جدا ومعانا اسمك ايه؟ صافي إبراهيم. صافي إبراهيم في سنة كام يا صافي؟ تالتة. تالتة ايه؟ تالتة. شاطرة؟ شاطرة؟ شاطرة قوي يعني؟ بتطلعي كام في المدرسة بقى؟ يعني الاولى الثانيه الثالثه؟ انا بطلع الخامس. هي شاطره. هي شاطره. طيب بصي بقى شاطره عشان كده انت جبتها النهارده. ايه النهارده؟ انت هتسحبي لنا اسئله بس قبل ما تسحبي لنا اسماء الناس اللي فازت نقول الاسئله بتاعتنا وتسحبي لنا الاسامي اللي فازت. اوكي ماشي. انت هتعملي ايه؟ هتقلبي الورق الورق تسحبي لنا ورقه ورقه. متفقين؟ اتفقنا. الاول نقول الاسئله بتاعتنا النهارده. معانا النهارده مفاجاه وسؤال مهم جدا. اول سؤال احنا شفنا تقرير من شويه لخبيره الازياء والموضه جيجي محمود. سؤالنا هنجمع السؤال النهارده والسؤال الحلقه اللي جايه اربع اسئله خلال الشهر. اربع الاسئله دول هنجمعهم ونبعتهم على الواتس اللي هيظهر. مفاجاه فستان فرح يعني فرصه لكل البنات فستان على اي مناسبه. ايوه فستان يعني عندها سهره عندها مناسبه عندها خطوبه عندها فرح تستغل بقى فستان فرح او خطوبه هديه من خبيره الازياء والموضه جيجي محمود. سؤالنا النهارده بيقول
بيقول ما هو عنوان اتيليه جي جي؟ النهارده اتكلمت عنه في التقرير اللي فات. ها تاني السؤال نقوله تاني. عنوان اتيليه جي جي. طيب السؤال التاني. السؤال التاني من شركة الفراعنة وبيقول ما هي المشروعات التي شاركت فيها شركة الفراعنة؟ اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت. الجايزة بيقدم مبلغ مالي 250 جنيه. تمام السؤال التاني. السؤال التاني من دوت مصر, مصر موقع, موقع ان مصر دوت كوم 250 جنيه برضو جايزة مالية. ايه هو بقى السؤال؟ ما هو شعار الموقع؟ شعار الموقع يعني هنفتح بس الصفحة هنعرف شعار الموقع. السؤال التاني موقع مطعم وكافيه توجور بيقدم لنا 500 جنيه لاثنين فايزين كل واحد 500 جنيه. السؤال بيقول عنوان كافيه تجور. عنوان كافيه تجور. معانا كمان النهارده سؤال مخصوص. ايه السؤال النهارده؟ اسم الكتاب اللي اتكلمت عنه في الحلقه. كتابي اول كتاب انا نزلته ايه واللي اتكلمت عنه في الحلقه؟ الحلقه بتقدم جايزه النهارده من الحلقه بتقدم 500 جنيه لاثنين فايزين. ابعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشه علشان كل واحد فيكم ممكن يفوز ب 500 جنيه. وسؤالنا كان بيقول اسم الكتاب اللي اتكلمنا عنه النهارده مع بتاع مريم. بتاع مريم. نطلع بقى نشوف الاسماء اللي فازت الاسبوع اللي فات. نسحب اول ورقه. واحده بس بسرعه. دي هنجمين واحده بسرعه. اسم ايه؟ ساره احمد سيد عبد الفتاح. الف مبروك يا ساره. ورقه كمان. معانا ثلاث ورقات لسه ناقصين. محمد وحيد محمود. تاني واحده بسرعه. ثالث واحده. واحنا هنعمل كم واحده؟ خمسه. خمسه بس. كمان واحده يلا. محمد سعيد فوزي. كمان كده ثلاثه. اخر واحده اللي جايه بعد دي. فايز محمود محمود. الف مبروك. اخر ورقه. اخر فايز. فايز محمود حسن سليمان. النهارده الجنس اللطيف ملهوش حظ معانا كلهم شباب. لا ولا بنت واحده. بنت واحده؟ بنت ساره. طب كويس يبقى كده كمان مريم قدرنا ان احنا نوفق ما بين الاثنين. طبعا اصدقائي انا ببقى سعيد جدا 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 بكل الفايزين وسعيد جدا النهارده بالشباب اللي كان موجود معانا. النهارده حلقه شبابيه جدا. الاسبوع الجاي حلقه جامده جدا لازم تستنونا لان فيها مفاجآت كتير. لكن النهارده بشكركم. نقدم حاجات مختلفه. احنا دايما نقدم مختلف الضيوف مختلفه. شباب فنانين سياسيين سيدات اعمال رجال اعمال. المره اللي جايه حلقه تقيله جدا ان شاء الله. قبل المعده بساعه اتمنى ان انتم تشوفونا على طول في برنامج كل الناس نيوز. كان معانا نرمين رفله ومحمد هاشم. ان شاء الله انتظرونا. صافي ازيك يا صافي؟ بشكرك مريم. ان شاء الله يا جماعه على طول على طول في تواصل وعلى طول ان شاء الله ان شاء الله يبقوا معانا مسابقات اكتر وجوائز اكتر. والمفاجات الاكبر هي ضيوفنا هم شبابنا هم كل الناس اللي بتعمل حاجه في مصر علشان كل الناس تبقى معانا في كل الناس نيوز. اشكركم والى اللقاء.